السلام عليكم. في المرحلة الثالثة في الليسي متاع فيات تيبو هاتشباك 5 بورت. ايوا شنو هو الجو؟ دونك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا دونك سي دون لا كونتينيتي ان بو متاع التيبو اللي قبل. التيبو اللي قبل هيش معناها اون فيت عملنا الليسي متاع 4 بورت وتويكا احنا تويكا خممنا اللي انتم فوز انتريسي بيتيتر على 5 بورت. دونك بيسكو يا دي دوموند على 5 بورت افكتيفمون. دونك هنا واحد يدوبل على اليمين تهاوش معناها فوالا سورتو بوس فوالا بكار فوالا معناها اون فيت كل ما تزيد تكبر كل ما ارحم. معناها تنجم تشوف مع الترونستو تشري ما عندهم كار اوكازيون وتنجم تدور بها في تونس. معناها نرجعوا للحقيقه نرجعوا لكهربتنا فوالا. Donc le moteur c'est le 1 litre 4. Oui. 95 chevaux dit. Et ouais, ouais, bidou fait la version 4 portes, je venais. Voilà. Donc apparemment خير وانا تكون هذيك l'entrée de gamme ou هذيك هو الصحيح par rapport à l'orientation تاع الكهرباء surtout les هو atmosphérique. Oui. Bien sûr, il y a d'autres motorisations qui met le modèle اللي احنا وريناه اللي شفتو سيغمون في الباتي انتيريور واكستيريور ورينا الانتيريور نتاعو الكل اللي هو اون بوات اوتوماتيك هذاك فيه لو 1 لتر 6 اي تورك. دونك هذاك اذا كان نتوما انتيريسي بالك الموديل هذاك تنجمو راهو تطلبوا من ايتالكا اللي هي اون في با دو بوب راهو جوست باش نوريو اللي راهو لا ديسبونيبيليتي ديبون دو فو. احنا زعما اون في دو بوب لا كره مخبيش عليكم احنا كان اون في دو بوب رانا معنا رانا ولينا عندنا ريجيم تاع تيلي وكاميون ورانا يصور مي بون هو سي با فوت دو مويان اونيتمون اللي احنا نصوروا كيما هكا. احنا الحقيقه باش نفسروا جوست بور ميتر دون لو بان سي اون اوكازيون بوتيتر هنا. دونك لو كونسيبت نتاعنا الي سبونتاني ونحبوه يقعد سبونتاني. انتم حبيتوه سبونتاني واحنا نحبوا اللي انتم حبيتوه سبونتاني دونك قعد سبونتاني خاطر حبيتوا اللي احنا حبيناه. ان شاء الله تفهموا الجمله اللي قلتها فيها سبعه سبونتاني. هما حبوا الحاجه اللي احنا حبينا نعملوها فوالا. دونك احنا جوست قبلنا على الموضوع خليناه كيما هو. الحقيقه احنا اون ايتي تونتي باغ اكزومبل باغ دو ماتيريال واحد اخر ولا اون مانيير دو فيلمي واحد اخرى ومن بعد قلنا لي هما حبوا هكاكا احنا حبيناه شتينا هكاكا لو كونسيبت من الاول خلينا لو كونسيبت كيما هو هكاكا فوالا. دونك بون انتم راكم لاحظتوا تويكا دي ليفولوسيون تاع توت لي تكنيك دونك سون و ايماج وكل معناها سي دو لو جور اي لا نوي ما بينات اللي بدينا وتوا احنا توا اوني دون ان ريتم ستابيليزي نتاع التكنيك نقولوا احنا. كان عندكم دي دوموند من بعد احنا قاعدين يجيونا دي دوموند جوستومون اون كومونتير وكل لي بوزيسيون تاع الكاميرا. سي لا كوميونيتي هذيك هي كوميونيتي احنا حبينا ثم كوميونيتي اللي نعملوا فيها ايشانج نتاع اراء اذا كان ثم تحسينات تراهم انتم غاتا احنا مجبور نشوفوا كل شيء فوالا. نرجع دونك للموتوريزاسيون اللي حبيت تحكي عليها هي اون فيت سي موتوريزاسيون اللي جابتها ايتالكار هي اون ايسي اون سوند اون سونداج معناها حبوا جوست يسونديو لو مارشي بارابور على دوموند. سي اون موتوريزاسيون على ليتر 6 110 جوغ اي تورك و اون بلوس لي اون بوات اوتوماتيك فوالا فوالا. حتى في التريتمون انتيريور وكل هي خير برشا من هذه معناها فيها بوكو داجو تابلو دو بور مش عبيد فوالا. Mais ce n'est pas le même prix. Nous, honnêtement, on ne sait pas le prix, non ouais. Donc, Ntouma, on vous invite. Mais justement... Après tout, je ne sais pas. Non, non, dans le sens concessionnaire. Vous voulez aller au concessionnaire, consultez le concessionnaire. شوفوا معاه اسكو نتوما انتريسي ولا لا باغ لي بتي ديتاي اللي شفتوهم وكل في الفيرسيون اللي 6 عندهم كعبه ديسپونيبل بعد ابري بعد سي افو دو شوازير. احنا رانا هنا بالطبيعه ديما نفسروا لكم باش فو سافي شوازير سي لو بلوز امبورطون. احنا اون اي فوتر اوتي دو شوا اون في با لو شوا ا فوتر بلاس. علاش؟ على خاطر الكهرباء الحقيقه سي كيك شوز دو سوبجيكتيف. دونك حتى كان احنا نقولوا لكم هذيا اخي بكهرباء بالعالم كمان باش راهو في الشارع اش معناها والعكس صحيح. باش نقول لكم احلى كهرباء بالعالم بتجيو برزون تقول لنا راهي غاليه دونك ما نجمش نشريها نشري واحده اخرى. دونك سا ريان دو شيرشي ميدي ا 14 احنا نفسر لكم كل شيء وانتم بعد افو دو فوار. فهمت؟ نرجع توا سيدي للتريتمون فوالا. نرجع للتريتمون فوالا تريتمون شاسي. دونك نحكيو على الشاسي. الشاسي هو ان فيت سي لا بلاتفورم بلوس لي تران افون اي تران اريير. هذا التفسير تاع كلمه شاسي راهو لا بلاتفورم اللي احنا في تونس
châssis ou la plateforme et la châssis. Voilà. Donc châssis en fait c'est la plateforme plus les trains roulants avant et arrière. Et ouais. Fiat ma chérique القديم تفاس تركي مشاو في حاجة اللي هي بالحق تمشي سور تو لي الوحدات معناها التيبولوجي نتاع البلدان الكهرباء اللي بالحق معناها اللي مونديال وي دونك اختاروا دي سوليوشن اللي هما باغ اكزومبل التالي عندها اون بار دو تورسيون كالعادة بتلاقي فيات يا ما بيلينك على الدوبلو وهنا عملوا معناها بار تورسيون بار تورسيون الحاجه باهي فيها اللي هي كاينك عندك حاجه تشبه للبرا انديبوندون وي مي بون مي سي با دي برا انديبوندون لا سي با لا 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 يعني عرفت تعمل ديولو كوست افيك دو معناها دو تكنولوجي تعرف تعمل فازا دو تكنولوجي افيك ديولو كوست اي فهمت زعما انت خاطر ما عندكش كيما اللي يبدا يعمل كيسين وكاينهم بلاستيك وهما زاد راهو اي سي سي اي سي سي ادي زيكزارسيس معينين راهو ما تنساش خاطر انت بعد ا مومون دوني بون هنا لو شوا نتاع لو تيب دو سسبونسيون ال ديبون دي تيران اللي هي باش تعيش فيهم دونك لي روت اللي باش تمشي فيهم ساعات ينجم يكون اللي هو لا سسبونسيون رو انديبوندونت ما تساعدش في بلايص اللي هما فيهم برشا ركيز فيهم برشا حفر دونك يهلكوا الكهرباء دونك مع لا سسبونسيون اللي كنت تحكي لنا عليها سي امين اللي هي ديبون دو تيب دو تيران وكل هذاك علاش يعملوا ان شوا معين نتاع سسبونسيون قلت اللي هو الانديبوندونت ساعات فيهم دي برا وكل اليوم في الانترتيان سا بو بيزي لو دونك هما شي يعملوا ان فيت يعطيك اون سسبونسيون كي اسي ريجي مي تمشي مع لي تيران نتاعك فرد وقت انت في الانترتيان ما عندكش برشا كو فوالا زاد حاجه اخرى ان فيت عندها خاطر جو سامحني ما قصدت عليك مي اون رومارك ديما في الكراهب اللي هما ديستيني لي مارشي نتاع تيار موند ولا الايمرجون ديما فيهم لي سو اريير ريجيد هذا سي با دي فور كبير بور فير دو لا تكنولوجي وكل خاطر سي لوغ ا انترتنير بعد خاطر انت راهو ابغى انديبوندون معناها سيرمون عندك دي بيس دو كونسومابل فهمت عندك لي سيلان بلوك دوك كل تو سكي فوالا اكزاكتومون دونك يفون با دو غرو من بعد بالنسبه عملوا ان فيت ثم حاجه اخرى اللي هي لي امورتيسور لي امورتيسور ان فيت فيها اون اوبسيون اللي احنا ما ثماش هنا هما بور فير دي زيفور على الكهرباء بور مونتري اللي هما حابوا يمشيوا فير دو موتيفي موتيفي شو اللي هو موتيفي دونك عملوا كيما لو سيستيم اللي عند اللي عملته توا سيتروين في بوتي هيدروليك فوالا ابيتي هيدروليك بور فيلتري اكثر ال ان فيت سي اون تكنولوجي كي سو باز سور ان برانسيب اللي هو سي ان امورتيسور في وسط الامورتيسور يمشي بالجراديون تاع الزيت فوالا زوز وحود ديفيرونت دو شومبر ديفيرونت واحده تخدم بور لي غرو كو وواحده تخدم ستاندار خاطر ان فيت تفضل ان فيت علاش على خاطر انت كان تعمل موليس كبيره في الامورتيسور وي باش تولي الكهرباء صحيح كونفورتابل اما برجوليه في الليفيراج وكل شيء ما عادش تمشي بروح فوالا سورتو اول ما تفوت الفيتيس مثلا تمشي 110 120 لور الكهرباء باش تولي تعوم وي فهمتوا هذا رينيه في برشا كلاب اللي في باتو فوالا فوالا فهمت هكا اللي في اللي انت كي تعمل بالديريكسيون هكا الكهرباء تبدا تلعب هكا فوالا والالمان يلعبوا لعبه لا فيرموتي اللي انت بعد معناها بعد 400 كيلومتر تروح بظهرك معناها في عندك زوز حلو يا اما تعمل مسكولاسيون تستنس يا تعمل ابونمون في قربص بعدها اون بوز انفيت باش تمشي للقربص بعد اللي يعرفيش دونك ابار هذاك ايزون تريتي اكوستيكمون تو بارتي كومبارتيمون موتور نتصوركم تو باش تشوفوا لا بارتي كومبارتيمون موتور عندنا في الكومبارتيمون موتور شفتوه ديجا سمار في البيدوناج اكزاكتومون في ظهر الوحده داخل الموتور يا كله كابيتوني اللي هو يخلي انه الكهرباء هذيك علاش مش قاعدين نسمعوا في صوت الموتور الموتور دونك الفلتر بالكدا لا صوات من برا فوالا سور لوتر فيرسيون اللي شفناها هذيك ان فيت حتى البار بريز اللي تريتي وي
voilà, ثم acoustique, acoustiquement anti acoustique, voilà, acoustique, voilà, une isolation acoustique, voilà. Donc كهو هذا هو كاين على غريمون على غريمون justement انت دابا pour enchaîner un peu à la sauce motor en fait هنا c'est une boîte assez rapport اللي هو c'est quelque chose qui n'est pas négligeable la حقيقه في une catégorie كيما هكا ou في une motorisation كيما هكا ou orientation كيما هكا voilà هنا statique en fait la boîte هذه هي en fait l'étagement نتاعها يعطيك اللي هو انت facilement tu retrouves في service à le régime نتاعك donc tu n'as pas besoin de solliciter le moteur le four donc انا تويك هنا نمشي 70 5e à 2200 tours minutes. Donc, zous hajet en fait, il est disponible ando du couple à bas régime, on colo ahna quoi, à moyen régime, il est au 2200 tours minutes, il est au bé. On peut le pousser, comme dites la hâte à 6000 tours minutes, où il est rageur de nature, madame chérir choyer au col. On peut facilement mal exploiter les 95 chevaux, mais pas seulement, on peut vivre bien tranquillement. Comme dans ce moment déjà, ok, il a bien les marches, je vous dis. Voilà, نجمو نعملو هكا. C'est une condition sportive. يطلع حتى ل 6000 tours par minute. Voilà. Voilà, يطلع حتى 6500 tours minute وبعد كده ثم الريبتور. Voilà. Mais donc fait l'USP. Hein. Oui, fait voilà, les 4 freins à disque. Faire les 4 freins à disque, l'USP, c'est ouais. De la bonne performance quand même. Oh. Attends, la حقيقه احنا هنا au niveau agrément il est très bien ouais. Il n'a pas de problème malgré on peut avoir une image quand on est 4 CSV 84 chevaux c'est une motorisation mais génération l'ordima ouais. Guillemets ouais. Je old school mais né on a été le boîte 6 peut-être انا نقول بواتيس ايه عطا عطا لي في اللي هو كانه يسرجني معناها فوالا صار في العمر ولا شبيب ترنكوش في ساعه يمشي معاك نجم تسكتو تسكتو اش معناها tu peux avoir des régimes اللي هما ما يقلقوكش في الاذن en termes de sonorité au fardoc عندك du couple خاطر l'étagement il est différent فهمت دونك هنا ils ont réussi à faire quelque chose الحقيقه اللي هي c'est pas mal احنا انا نتصور اللي سي l'influence تركيا هذه الحقيقه اي حتى المارشي تاعو نقولوا فيها معناها خاطر احنا هنا في برشا كراب جربناهم جايين من غاديكا معناها تحس اللي ثم اون انفلونس بوزيتيف وهذيك الاندستري بالحق كيفاش تتطور كمان عندهم 50 سنه يركبوا في الكراهب هما ما بينت فيات ورونو فورد زيد وتويوتا وتويوتا وتوا ريسامون يوندي وكل معناها اندستريالمون خدمه كبيره غاديكا معناها فهمت حسنا donc voilà هنا au niveau consommation ben au niveau consommation donc قبل ما نوريكم l'épreuve test متاع الرجيم كان عندي هنا في الموين 6.9 d'ailleurs انا بعد التيست وليت 7.5 طبعا هنا je suis en train de descendre à 7.4 donc من الاخر بكل un chiffre انا نقول لكم 6.9 7 7 c'est une moyenne mixte بالطبيعة خاطر احنا نعملوا طريقة في الزوز ما نعرفش كان راكم تراو بالطبيعة في لا فيو باسكو اللي عندكم لا فيو انتيغرال تويكا نتاع الكيس او في فوالا دونك تعرفوا بالضبط كيفاش قاعدين نمشي وفاش قاعدين نمشي وفين الريتم وكل ميم با احنا نقول لكم ويمكن شي حدا كايمون ولا في شورت راه فيه كايمون اللي نحكي عليه فوالا لو ترا فيولي ماناش احنا مسؤولين عليه اي لو في ولا فوالا ولومينوزيتي فوالا سينو كاو عندك هنا او نيفو ايرباك عندنا دو ايرباك لا هي 4 فيها هي اللي بتجي فيها 4 اللي بتجي فيها 4 ايرباك سامحني انا خاطر هذه سي لا فواتور دومولوجاسيون اللي غادي نجيبها فيها دونك ليكيبي دو ايرباك اما لا فيرسيون اللي بتجي اوفيسيلمون سوغ شوروم البيوا سا سوغ 4 ايرباك افيك بتبيع لي زيكيبمون اللي حكينا عليهم في الانتيريور وفي البلوتوث وفي البلوتوث فوالا في البلوتوث لا دو فاصون في الانتيريور راهم راهو هالحكي في بالهم اللي احنا زدنا زياده الانفورماسيون تاع البلوتوث فوالا فوالا برسك تو تي دي برسك دونك جلوبالمون قداش عطي عدد على الافيشور هذا برك ديجا نعطي عدد به خاطر الحقيقه سي اون تري بون كاليتي دافيشور on a rarement vu haja li en monochrome ou aussi fine ou يصوروا بها في الحاجات خاطر يصوروا في الحاجات كريمون انا ثم كهرباء وراها كورب وكل ثم ريزرفوار الستاسيون انا ورينا معناها توت لا بانوبلي فيها بالحق فيها تاع الزيت نتاع الماء تاع الباتري فوالا وي فيها 3 دي وكل وفين وماهوش خايب فهمت دونك فوالا دونك ا تري بيانتو نقولوا لكم ا بيانتو بور دو تريسي بطبيعه الامر نورمالمون
les prochaines vidéos, ça sera le salon de Genève. Voilà, voire même même quand tu as fait le film déjà. Voilà. Bah, normalement, il y a des cahiers. Donc, on a tout le monde déjà fait le salon. Les habits de Fargin en direct, il y aura normalement un petit direct à YouTube. À YouTube, oui. Ou bah, pourquoi pas sur Facebook. Vous êtes surtout, on va essayer un des premiers directs à la YouTube. نحبوا لي كومونتير نتاعكم وكان تحبوا شي حاجات ولا نعملوا حاجات بلوز انستونتاني في اون جينيرال فهمت حتى في لي سي نتاعنا كان فوز انتريسي بار ديريكت يوتيوب احنا اون فال فير داكور دو فوالا ميرسي دونك ا تري بيانتو ان شاء الله علي طريق السلامه باي باي السلامه وسوقوا ترانكيلمون سا سا ا ريان راه ريان نو سير دو كورير il faut partir à point voilà باي باي